الدخول إلى دور خروج المغلوب استحقاق، والذهاب إلى أبعد مدى بكأس الكاف قمة تمنيات المصري واتحاد الجزائر. إعلان النوايا الهجومية أطلقه الكونغولي برانس إبارا من جانب الاتحاد، فكان الرد على الرأسية برأسية محمد عبد اللطيف جيريندو. ما لم يدرك بالرأس ترك بالحظ على القائم. المتألق إسلام عيسى فعل كل شيء ولم يتوفق في أهم شيء. الجزائري فك التوق المصري وخرج حمزة كودري بتصويبة مرت بجانب مرمى أحمد مسعود. مع انتصاف في وقت الشوط الأول هدأ اللعب وظل جيريندو شعلة نشاط في هجوم المصري، لكن لمن ومع من؟ الأصفار في النتيجة لم يغيرها مجهود محمود وادي الذي حظي بشبه انفراد، ولا فوز يايا الذي سدد آخر كرة في الشوط الأول، شوط لن نحتفظ منه بالكثير وقد لا يكون الحكم شماعة يعلق عليها أداء اللاعبين المتراجع. إثر العودة من الاستراحة سدد المصري ثلاث مرات باتجاه مرمى الاتحاد بلا طائل. محمود وادي وجيريندو وإسلام عيسى اتفقوا على تضييع كرات بمثابة فرص أمام الحارس زماموش. الإيقاع المرتفع جنى ثمره الفلسطيني محمود وادي بكعب القدم، سجل هدفا بمثابة هدية للجماهير على جميل صبرها على نجمها الصاعد. جيريندو وضع لمسته تقريبا في كل الكرات، مرر لإسلام عيسى الذي سدد دون أن ينال من مرمى محمد أمين زماموش. اتحاد الجزائر لم يقبل بالبقاء في لعب دور الدفاع، ضغط إبارة قابله تألق الحارس أحمد مسعود. في الزمن بدل الضائع تسديدتان من بعيد لإبارة والغاني توريك جبرين لم تأتي بجديد. هدف دون مقابل زاد المصري في سفره الشاق إلى الجزائر، والاتحاد مطلوب منه لعب أدوار هجومية أكبر.